نسوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال توقوا إلى العلم من نفعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من أعظم الخطوات التربوية يا إخواني في ديننا العظيم خطوة تحمل المسؤولية، وتلك الخطوة هي التي جعلت رجلا غريبا ليس معروفا بين الناس يذكر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فيذكره الله جل وعلا بصفة الإيمان لاستحقاقه أن يذكر، لأنه أمسك بزمام المبادرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى متحدثا عن رجل من آل فرعون ومن قوم فرعون، وقوم فرعون كانوا كثر، منهم السحرة ومنهم المشعوذون ومنهم الذين يحاولون أن يتقربوا من السلطان والملك، لكن هذا الرجل ما أراد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فكانت الثمرة والنتيجة أن ذكره الله جل وعلا في كتابه. ومن هنا يا إخواني يتبين لكل واحد منا أهمية العمل إذا خرج من قلب صادق وإذا كانت النية صالحة. قال الله جل وعلا: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فالذي تكلم ابتداء الرجل ليس عادي، وصفه الله جل وعلا بوصف الإيمان، مع أنه يمكن أن يذكر في القرآن اسم الإنسان، ذكر أسماء أنبياء، ذكر أسماء صالحين كالخضر عليه السلام مثلا. طيب لماذا لم يذكر الله جل وعلا مؤمن آل فرعون؟ لأن الوصف هنا يحتاج الحديث عن الصفة وليس الحديث عن الاسم. فالمقام مقام تربية، مقام رفعة، مقام قيادة. وقال الذي آمن، لم يقل الله جل وعلا وقال الذي تشجع أو قال الذي واجه فرعون أو قال الذي واجه الطاغية، إنما قال ربنا جل وعلا: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. ومن هنا نصل إلى الصفة الثانية، وهي صفة الأخذ بزمام المبادرة، وهو أن تبدأ دعوة قومك. لا تنتظر أن يتح لك منبر، لا تنتظر أن يفتح لك مجلس، بل بادر مباشرة أن تدعو جيرانك وأسرتك وأهل بيتك ومن حولك من الناس: اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. ومن هنا يظهر حلو قلب الداعية، فالداعية ليس غليظ، والداعية ليس قاسي، والعالم والشيخ ليس متشدد ولا إرهابي، بل يجب أن يحمل لواء الدين ألين الناس قلبا، وأكثرهم رقة، وأقلهم عنفا، وأكثرهم تواضعا، لأن الله جل وعلا وصف ذلك المؤمن بكلمات لينة: يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فالمتبعون للدعاء إنما يتبعون من يدلهم على طريق الله، إنما يتبعون من يدلهم إلى طريق الخير. ولقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقومه عندما صعد على الصفا: يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالدعوة من الأنبياء وأتباعهم إنما هي دعوة إلى الهداية، ودعوة إلى الفلاح، ودعوة إلى الرشاد. وما أصاب الأمة يا إخواني من ابتلاءات وبلايا وفتن إلا يوم أن تغير مفهوم الدعوة عند الناس والعوام وعند القادة أحيانا، فأصبح يظن الناس أن الداعية يجب أن يكون له مكانة مادية، ويجب أن يكون له مركز اجتماعي، ويجب أن يكون له قدر بين الناس، ويجب أن يكون من قبيلة مشهورة أو معروفة، وهذا خلاف الصواب.
إذ الداعية وإن كان أقل الناس وضعا أو مادة أو اقتصادا أو مكانة إلا أنه يحمل في قلبه رقة وهداية ورغبة في النصح كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقوله سبيل الرشاد يعني أن طريق الدعاء يا إخواني طريق يهدي إلى الرشد. يا جماعة أنا عاوز واحد فقط من الناس اقترب من الله وسلك طريق المسجد وسلك طريق الدعوة وبعدين قال يا جماعة بصراحة أنا هذا الطريق آلمني وأتعبني، أنا هذا الطريق ما وجدت فيه رشادا، أنا هذا الطريق وجدت فيه الضيق ووجدت فيه الضنك ووجدت فيه الكدر. صحيح قد تبتلى في طريقك، صحيح قد تقع لك بعض المصائب، لكنك تجد عوضا عن ذلك من اللذة والسعادة والسكينة والراحة ما لا يخطر على بال. هاتوا واحد حمل القرآن وقال أنا مهموم، هاتوا واحد وقف يصلي بالليل وقال يا جماعة أنا صدري ضائق، هاتوا امرأة استقامت فلبست جلبابها أو عباءتها أو حجابها أو نقابها فقالت والله ما وجدت السعادة في ذلك، بل ما رأينا أحدا اشتكى من طريقه إلا إن كان قد سلك طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأينا أحدا مل من سبيله إلا وكان قد سلك سبيلا غير سبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وتلك الكلمات هي التي كان يأخذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الكلمات هي التي فتح بها مصعب بن عمير قلوب الصحابة جميعا والأنصار والأوس والخزرج، فجعل يقول لهم يا قومي هل لكم في خير أن تسمعوا مني، فيفتح الله آذانكم ومسامع قلوبكم، فجعلت تلك الأفئدة تتفتح لكلماته وجعلت تلك القلوب تنصت لجميل عباراته. ثم دخل هؤلاء الناس زرافات ووحدانا في دين الله سبحانه وتعالى، فما أجمل أن تكون هذه المعاني مغروسة في نفوس كل من يحمل هم هذا الدين. واحد من الشباب قابلني وقال يا شيخ نحن الآن شباب ونعاني في مرحلة المراهقة ما نعاني، هل نحن مطالبون بالدعوة إلى الله؟ قلت يا أخي سبحان الله، وهل نحن يخرج أحدنا من بطن أمه مكتوب على جبهته هذا داعي إلى الله وهذا لاعب كرة وهذا مهندس وهذا طبيب؟ يا أخي نحن على اختلاف حرفنا ومهننا وأعمالنا ووظائفنا يجب أن يحمج معنا هم واحد هو هم الدعوة إلى الله وهم دلالة الناس على طريق الله وهم إبعاد الناس عن المعاصي والذنوب والكبائر، وهذا يجب أن يستوي فيه الناس جميعا، الطبيب والمهندس والطيار والمعلم والشيخ وحافظ القرآن ومن عنده علم يسير ومن لا يزال يبتدئ في بداية طريق الخير والهداية، الجميع مكلفون مأمورون أن يدلوا الناس على طريق الله سبحانه وتعالى وأن يأخذوا بزمام المبادرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نضر الله امرأ، ومعنى نضر أي جمل الوجه وأضاء الوجه، نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. إذا أنت وصلت هذه الرواية التي رويتها عن رسول الله إلى غيرك فوعاها وتعلمها كان الخير عائدا عليك. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. نحن طولبنا جميعا يا إخواني أن نبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وإذا أردنا أن نقف على أقدامنا فنقاوم الشهوات والشبهات والمعاصي والذنوب والظلم وتعدي الأعداء علينا وخطر تهديد أعدائنا من خارج بلادنا علينا، إذا أردنا أن نواجه هذا كله يجب أن نرفع جميعا لواء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن نرقى بأنفسنا فنعلي من راية إسلامنا وديننا وعقيدتنا. فإذا وصلنا إلى تلك المرحلة لن يستطع أحد من أعدائنا أن يرفع في وجهنا راية أو يلقي علينا سلاحا أو ينزل على بلدنا صاروخا أو قذيفة، ذلك لأن أهلنا رفعوا جميعا راية دين الله سبحانه وتعالى. وفي بعض معارك المسلمين جعل عمر بن الخطاب يوصي بعض القادة يقول يا معاشر الجند إنكم إن تساويتم مع أعدائكم في الذنوب والمعاصي
أرهقوكم فغلبوكم وانتصروا عليكم، وإن أنتم لم تساووهم في المعاصي بل زدتم عليهم طاعة كان ازدياد الطاعة أقوى من عدتهم وسلاحهم. نحن ما قاتلنا أحدا يوما يا إخواني بالطائرات والصواريخ والعتاد وكنا أقوى، وكان عندنا من الجند أكثر، وكان عندنا من العتاد أكثر، بل على مر التاريخ ما رفع المسلمون لواء انتصار في معركة إلا وأعدادهم أقل من أعداد خصمهم، بل في المعركة الوحيدة التي كان عدد المسلمين أكثر في غزوة حنين أعجب بعض المسلمين بالكثرة. فماذا كانت النتيجة؟ أراد الله جل وعلا أن يعطي الناس درسا أن الكثرة لا تنفع، وأن الذي ينصر هو الله جل وعلا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فأعجب المسلمون بهذه الكثرة، ماذا كانت النتيجة؟ فر الناس وهرب المسلمون، وما بقي حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لقد رأيتنا يوم فتح مكة وما فينا أحد أقرب إلى العدو من رسول الله، وإنا والله لنتقي سهام العدو بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نختبئ خلف النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا درسا شديدا قويا يبينه الله جل وعلا للمؤمنين، أن العبرة ليست بالعدد والكثرة، إنما العبرة بما يجب أن يكون في قلوبنا من حب لهذا الدين وعمل لتلك الدعوة والشريعة وحمل لهم الإسلام وقرب من طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك كان نداء مؤمن آل فرعون نداء يحمل رغبة في إرشاد الناس وإصلاحهم وهدايتهم. يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فهو يبين معادلة هامة يجب أن يتربى عليها الجميع. يا إخواني، لو أن والدا ربى أولاده على أن الدنيا متع وشهوات، وأن الناس إنما تتفارق وتتفاوت منازلهم على حسب ما عندهم من الدنيا، فيصبح الابن يتمنى أن يشتري والده أفخم سيارة، والبنت تتمنى أن تسكن في أفخم شقة، والزوجة تتمنى أن تلبس أجمل الفساتين وأروع الموديلات والأزياء، وبعدها ماذا يحصل؟ يتعلق قلوب هؤلاء الناس جميعا بهذه الدنيا، وإذا وصل حب الدنيا إلى قلب امرئ أهلكه وأفسده. لذلك قال مؤمن آل فرعون: هذه المعادلة الأصلية التي ينطلق منها الناس، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فوالله يا إخواني لا يستقر قلب ولا ترتاح نفس ولا تسكن روح ولا يجد الإنسان سعادة إلا عندما يستقر في الجنة عند ربه سبحانه وتعالى. وإذا فهم أبناؤنا وبناتنا ودعاتنا وعلماؤنا والقادة بيننا هذه المعاني ما التفت أحد إلى هذه الدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. حال النبي يا إخواني وحال الدنيا كحال إنسان مر على شجرة في وقت صيف قائض شديد الحر، فلما رأى هذا الظل استظل فيه حتى إذا أخذ منه كفايته وراحته قام فركب دابته ومضى إلى سبيله. وهذا حال الإنسان. فالدنيا التي نحن فيها إنما هي ظل زائل نستظل به ثم نودع هذه الحياة. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة الزهراء فيسألها طعاما، فتقول: نعم يا أبتي. وتدخل إلى مكان تعد فيه الطعام فتخرج قطعة لحم قد وضعتها بين خبز ثم قدمتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضم منها قضمة، والحديث في مسند الإمام أحمد. ثم جعلت عين النبي تدمع يقول: والله يا ابنتي يا فاطمة لهذا أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام، والله يا ابنتي يا فاطمة لهذا أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام. يا إخواني هذا النبي عليه الصلاة والسلام يدخل جوفه طعام من 3 أيام ما أكل صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو طلب جبال الدنيا أن تحول ذهبا لحولت له، وهو الذي لو طلب من الأنعام ما يشتهي ومن الطعام ما يريد لأعطاه الله جل وعلا. لكنها رسالة للناس جميعا، مهما وصل بهم حالة الفقر أن يبيت أحدهم 3 أيام بدون طعام دون أن يبيع دينه وأن يحافظ على عقيدته، ف
فهذا أولى وأعظم وأحب إلى ربه جل وعلا. هذا المبدأ أراد أن يبينه مؤمن آل فرعون للناس جميعا في عهد فرعون. يا جماعة في عهدنا في سحرة، يا جماعة فرعون يقتل الناس في القرى، يستحل الأعراض ويستبيح النساء ويفعل ما يفعل ويأخذ الأراضي وينهب، وربما مر بالمسلمين من القادة أو الساسة أو الرؤساء من يصنع ذلك، لكن مؤمن آل فرعون أرادها أن تكون عظة وعبرة. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا المعنى انتقل بالتبعية إلى السحرة الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام بمجرد أن رأوا الحكمة وأن رأوا الغاية، وبمجرد أن رأوا انتصار موسى عليه الصلاة والسلام عليهم. فلما قال لهم فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لا ضير، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إذا كنت ستحاسبنا على الدنيا تملك أرواحنا، تملك رقابنا، تستطيع قتلنا، تستطيع تجويعنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وكم قلت لكثير من الشباب، يا شباب إذا دعت أحدنا شهوته أو دعته نفسه الأمارة بالسوء فليقول يا نفسي عند الله ما هو أعظم، يا نفسي إنما هذه حياة الدنيا، يا نفسي إنما هي سنة أو عشرة أو عشرين، ثم بعدها نرحل إلى ربنا جل وعلا، تنتظرنا جنان عظيمة وأنهار وثمار وحور عين وصحبة خير الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وتلتذ عيوننا بالنظر إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى. فإذا عرف الناس جميعا هذه المعاني وساروا على هذه القواعد ما وجد أحدهم رغبة في الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. آخر إحصاء سكاني لسكان الأرض أننا نتجاوز 7 مليارات، عددنا يا إخواني على ظهر الأرض 7 مليار. خذ جناح بعوضة وقسمه بأصغر ميكروسكوب عندك في الليزر إلى 7 مليارات قطعة، كل قطعة هي حظك من الدنيا، كل قطعة من جناح البعوضة هي حظك من الدنيا. هذه القطعة تساوي زواجك وطعامك وشرابك وسيارتك وأموالك وفلوسك ومرتباتك وسفرك وذهابك ومجيئك وفرحتك وحزنك، كل الدنيا في قطعتك من هذه البعوضة. ومع ذلك نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الدنيا عند الله تساوي هذا الجناح الذي سيقسم إلى 7 مليارات قطعة، نفى رسول الله ذلك. إذن الدنيا أحقر عند الله من جناح بعوضة. فما بالنا نرى كثيرا من إخواننا وأخواتنا ورجالنا ونسائنا يتقاتلون على الدنيا، ويبيع أحدهم دينه، ويبيع أحدهم صحبته، ويبيع أحدهم حفظه للقرآن، ويبيع أحدهم كلمة الحق التي لو قالها لربما نجا كثير من الخلق، كل ذلك من أجل عرض من أعراض الدنيا. وما تغني هذه الدنيا عن أحد، مالي وللدنيا. إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. يا قوم اتبعوني، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ثم ذكر مؤمن آل فرعون العنصر الثاني والمعادلة الثانية حتى يتربى عليها من يسمع هذه الدعوة: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وفي هذه الكلمات تسلية للناس، إذا رأى أحدنا نفسه أوذي أو ابتلي فليعلم أن هناك بصبره على إيمانه جنة عرضها السماوات والأرض، وليعلم أن هذه الجنة ستعطى له بغير حساب، يرزقون فيها بغير حساب. يا حبيبي أنت لو ذهبت إلى رحلة فيها ما يسمى بالبوفيه المفتوح، فأنت هناك حساب
حساب لتأخذ من هذا الطعام، هذا البوفيه المفتوح والطعام الذي يلقى لك والثلاجة المملوءة بالعصائر والمشروبات وما لذ وطاب من الحلويات، كل هذا له وقت محدد، فأنت لا تستطيع أن تأكل طول اليوم ولا أن تشرب طول اليوم. أحيانا تحتاج إلى الراحة، وأحيانا تحتاج إلى النوم، وأحيانا تحتاج إلى دخول الخلاء، وأحيانا يغلق عنك هذا المطعم فلا تستطيع الدخول لكي يعد لك طعاما جديدا. أما في الجنة فأنت تعطى عطاء بغير حساب، قال الله يرزقون فيها بغير حساب. ثم يأتي المعادلة الثالثة، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فهذه المعادلة ربما كانت أصعب المعادلات، أن يستشعر الداعية أنه إنما يدعو الناس ليس إلى نفسه ولا إلى مكانته ولا إلى مؤسسته. يا جماعة إحنا مش بندعو الناس للأزهر ولا بندعو الناس للكعبة ولا بندعو الناس للمسجد النبوي أو المسجد الحرام ولا بندعو الناس علشان إحنا المسلمين اللي هو أحسن دين اللي لما يتبع الناس يدخل الجنة، إنما ندعو الناس لأن هذا الدين هو الذي فيه النجاة، لأن هذا الدين هو الذي سندخل به الجنة، لأن هذا الدين وهذه الشريعة هي التي سنقابل بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تربية للنفوس ألا يترفع الدعاة على الآخرين. كم من الأسر يكون فيها أحيانا أحد الأبناء مدخن، أو يكون أحد الآباء تارك للصلاة، أو يكون أحد الوالدين مصر على معصية، فيظن الابن أو تظن البنت من الله عليهم بالاستقامة أنهم أفضل من بقية الإخوة. فأجد أحيانا كثير من الأسئلة تأتيني على الواتساب أو على الفيسبوك، يا شيخ أنا أخي ملتزم ويشدد علي ببعض العبارات وبيقول لي ربنا مش حيسمحك، وبيقول لي ربنا مش حيغفر لك، وبيقول لي أنت مش هتدخلي الجنة، وبيقول لي طول ما أنت مصرة على ترك الحجاب ستكوني من أهل النار. هل فعلا يا شيخ يجوز لأحد أن يحكم على أحد بالخلود في النار أو بأنه أفضل منه أو بأن مكانته أعلى من مكانته؟ هذا بلا شك من الخلل العظيم. وإذا انتقل هذا الفيروس من الداعية إلى المدعو فسدت الأمة. إذا انتقل فيروس الأنا والكبر والتعالي على الناس، وأن الداعي أفضل من المدعو، وأن الذي لا يدخن أفضل من المدخن، وأن الذي يمر بمسجد فيرى مجموعة لا تصلي فينصحهم ويذكرهم ثم يمضي إلى المسجد أنه أفضل منهم أن وفق إلى الصلاة، لا، إنما كل هذا التوفيق إنما هو محض فضل من الله، فليس للعبد أي يد فيه. فلو شاء الله جل وعلا لحجبك ومنعك أن تأتي إلى المسجد، ولو شاء جل وعلا لحجبك ومنعك أن يصل نور الإيمان إلى قلبك. إن الله جل وعلا بيّن هذه الكلمات ليتنبه هؤلاء المدعوون على لسان مؤمن آل فرعون أنه لا رفعة لأحد، وأن الغاية من الدعوة إنما هي النجاة عند الله جل وعلا. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أنا أقول يا جماعة اتركوا المسارح والسينما واتركوا ترك واتركوا ترك المساجد واجتنبوا النظر إلى الشاشات وابتعدوا عن الخلوة بالنساء وتجنبوا أكل الحرام وابتعدوا عن سماع الغناء والمعازف، وأنتم تقولون لا تعال إلى الدنيا تعال إلى الشهوات، وأنتم تدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وربما فهم بعض الناس من هذه الآية أن هذا الرجل ينفي عن الناس الدعوة إلى الشرك، يعني يقول ما بالكم تدعونني إلى الكفر. فيظن بعض الناس أن من يدعو زميلا أو صديقا إلى شيء ولو فيه شيء لو فيه شيء من المعصية أو لو فيه شيء من التقصير أنه لا يدخل في هذه الآية. إن كل من جعل في قلبه محبوبا غير الله فقد وقع في شرك قل أو كثر، فقد وقع في شرك قل أو كثر. واحد أحب الكرة أكثر من الذكر، واحد أحب التلفاز أكثر من الذكر، واحد أحب المسرح أو السينما أو الخروج مع الأصدقاء أكثر من الذكر، فهذا جعل محبوبا في قلبه أعظم من ربه سبحانه وتعالى. فإن زاد حب ذلك المحبوب حتى يصرفه بالكلية عن الطاعة وقع في شرك أكبر مخرج من الملة مبعد عن الشريعة. لذلك أراد أن يبين مؤمن آل فرعون أن من الناس من قد يدعى إلى النار وهو يظن أن المسألة بسيطة،
وهو يظن أن المسألة يسيرة. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وهذا تأكيد على القاعدة الأولى، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فالقواعد عندنا أن أصحاب النار يا إخواني ليس أهل الصلاة ولا أهل القرآن ولا أهل الزكاة ولا الناس اللي بتعمل حج وعمرة كل سنة ولا الناس التي تتصدق وتكفل الأيتام ولا الناس التي تذهب إلى دور العجزة والمسنين، إنما أهل النار الذين يتعمدون فعلا عصيان الله، الذين يتعمدون فعلا تجاوز الحرمات والحدود، الذين يتعمدون فعلا ترك الصلوات والسهر على المقاهي، هؤلاء الناس فعلا هم الذين يحذرون من النار. نحن لا نحكم لهم أنهم خالدون فيها ولا نحكم لهم أنهم يقينا من أهل النار، إنما نقول إن ربنا أخبر أن من لازم معصية فمات عليها لا بد أن يمر على النار، أما من تاب قبل أن يموت وأناب إلى الله ورجع فإن هذا يرجى أن يغفر له وأن يعفى عنه وأن لا يعذبه الله سبحانه وتعالى. قال مؤمن آل فرعون: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وهذا أدب راقي عظيم يجب أن يكون عندنا جميعا يا إخواني. وانت بتنصح إنسان تذكره بالله، سواء كان قريبا أو صديقا أو صاحبا أو جارا، دائما استشعر أن كلمة فستذكرون ما أقول لكم فيها ترقيق للقلب. يا أخي والله أنا خايف عليك، بكرة تفتكر كلامي، بكرة تقول فعلا الراجل ده كان بيخاف علي، بكرة تقول فعلا الراجل ده كان عاوز ينجيني من العذاب. هذا معنى هذه الآية: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وهذا معناه أن الداعية لا ينتظر أن يرى بعينه ثمرة الدعوة. أنا مش مطالب إن أنا أدعو إنسان واستنى معاه لغاية لما يهتدي وأقول له والله مش همشي لما تدخل الجامعة، والله ما همشي لما ترمي السيجارة، والله مش همشي لما تبطل تسمع أغاني. هذا ليس مطلوبا منا، إنما مطلوب منا يا إخواني أن نقول كلمة الحق وأن نفوض أمرنا إلى الله. فإن أراد الله جل وعلا أن يسعد قلوبنا وأن يفرح صدورنا وأن يبشر نفوسنا بأن ترى أعيننا ثمرات الدعوة وإكثار وكثرة الناس وتهافتهم على ما ذكرناهم به ووعظناهم به، فهذه عاجل بشارة المؤمن. وأما إن لم يرد الله عز وجل ذلك فإنه يجب أن نعلم أن هذا هو الطريق الصواب وأن لا نشك في الطريق. يا إخواني، أحد الشباب مرة قال لي: يا شيخ أنا خريج الأزهر وأنا الآن خطيب بالأوقاف وأنا أعمل في قريتي منذ أكثر من 10 سنوات وأرتقي المنبر والناس ما بتسمع ليش ومحدش بيهتدي على قلبي ولا أرى تأثير كلامي في الناس. قلت له: يا أخي بالراحة بالراحة، أنت لك كم سنة بتدعو؟ قال: 10 سنوات. أنت خريج أزهر؟ قال: نعم. معك شهادة جامعية؟ نعم. وعندك استعداد تكمل ماجستير ودكتوراه؟ نعم. قلت له: هل تصدق أن يأتي يوم القيامة نبي، نبي عظيم عند الله عز وجل، ليس معه من قومه إلا رجل أو رجلين؟ معقول يأتي واحد نبي عظيم عند الله ليس معه من قومه إلا رجل أو رجلين؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلين، ويأتي النبي وليس معه أحد. أنت يا أخي لازم إذا دعوت الله يأتي معك أحد؟ لا، لا يشترط. أنت لست مطالب أن ترى ثمرة الدعوة، إنما أنت مطالب أن تكثر من الدعوة وأن تدعو الله بإخلاص ويقين، وأن لا تنتظر الثمرة بل يكون عندك يقين أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليك بخير، حتى وإن رحلت آثارك، حتى وإن وريت في التراب والثرى، فإن هذه الدعوة باقية من بعدك. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في طريق الدعوة يا إخواني لا بد من عقبات، وفي طريق الاستقامة لا بد من عقبات. قال لي أحد الشباب: يا شيخ قبل الالتزام كنت لا أستلذ بالأغاني،
ولما من الله علي بالاستقامة فوجئت إن أنا بدأت أطرب وأسترد بالأغاني. واحد آخر قال يا شيخ قبل الالتزام كنت أعود أجري وراء البنت علشان بس تكلمني، وبعد لما التزمت بقى يقولي من غير أي شيء. الله جل وعلا يختبرك ويبتليك ليعلم صدق ثباتك على الطريق، فقد تأتيك الابتلاءات من نفس الطريق الذي تسير فيه، وقد يأتيك الابتلاء من نفس الناس الذين تدعوهم إلى الله. لذلك أراد مؤمن آل فرعون أن يبين هذا المعنى، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يطمئن قلوب الدعاء وحاملي الراية بعد مؤمن آل فرعون. قال ربنا جل وعلا فوقاه الله سيئات ما مكروا. وقى الله جل وعلا هذا المؤمن سيئات ما مكروا. والله مكروا إن هم يشوهوا سمعته، مكروا إن هم يتكلموا في عرضه، مكروا إن هم يخطفوا ابنه، مكروا إن هم يوقفوا دعوته. الله جل وعلا قال فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال أهل السنة والجماعة وفي هذا إثبات عذاب القبر لا محالة، إذ أن هؤلاء الناس آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هم يعرضون قبل أن تقوم الساعة، يعرضون في قبورهم في حياة البرزخ على هذه النار. فإن قال قائل يا شيخ لو فتحنا هذا القبر لن نجد جمرا ولن نجد حطبا ولن نجد خندقا مليئا بالنار، قلنا إن الحياة البرزخية إنما هي من علم الغيب التي تكفل الله جل وعلا بعلمها ولم يعطي علمها لأحد من الناس. لذلك نؤمن ونصدق بهذا القرآن، فالله جل وعلا أخبرنا أن آل فرعون يعرضون على النار يتعذبون فيها، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار، وصل هؤلاء الناس الذين كانوا يوعظون ويذكرون ويخوفون، كنا بنقول يا جماعة اتقوا الله عز وجل، البلد قد تسقط يا جماعة، خلي بالكم الشباب بيضيع يا جماعة، اتقوا الله المخدرات انتشرت يا جماعة، بناتنا أصبحوا عرضة، أصبحنا لقمة رخيصة للعاهرين والمفسدين والمرجفين، اتقوا الله في جيلنا في ذرياتنا. فما أحد استجاب وما أحد سمع، فأراد الله جل وعلا أن تلتقي بعض هذه الطوائف في النار. وإذ يتحاجون في النار يتناقشون تعلو أصواتهم يختلفون فيرد بعضهم على بعض، فيقول الضعفاء للذين استكبروا، الناس اللي كان مغلوب على أمرهم واللي كان واحد منهم بيقول يا عم الحق أنا عبد المأمور، أنا ماليش دعوة، أنا غصب عني، أنا لازم أنفذ الأوامر. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. إحنا كنا رئيس نمشي وراك وكنا بنسمع كلامك. يقول هذا العامل في المصنع يا عم المسؤول أنا كنت بترك الصلاة علشان أنتك في المصنع وعلشان يكون عندي زيادة في الإنتاج ويكون هناك مال أكثر، تركت الصلوات وتركت الطاعات. يقول هذا الكلام الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فلا ينفع أن يلوم الضعيف الكبير ولا أن يلوم السيد الفقير ولا أن يلوم أحد من الناس أحد، إذ كل واحد يحاسب على قدر عمله ويعاقب على قدر ذنبه. قال الله جل وعلا وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. انتقلوا الآن من أن يتكلموا مع بعضهم، عرفوا أنه لا قرار في أيديهم ولا شيء يملكونه، فالتفتوا إلى خازن النار الملائكة الغلاظ الشداد يقولون لهم ادعوا ربكم أن يخفف عنا يوما من العذاب، يوم بس واحد من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
كانت تأتيكم الرسل والمواعظ ومن يذكرونكم، لكنكم لم تنتفعوا ولم تأخذوا. وفي هذا يا إخواني والله العظيم وعيد ترجف له القلوب. اوعى ترد نصيحة مسلم، وإذا نصحت وذكرت بالله عز وجل فيجب أن يرعوي قلبك وأن تتوقف نفسك وأن تستجيب وتقول حاضر يا رب، أنا هستفيد، أنا سأمتثل، أنا سأطبق، أنا لن أتجاوز الحدود يا رب. لماذا؟ لأن الندم سيكون عظيما شديدا يوم القيامة. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا اليوم يا إخواني لا ينفع أحد أن يعتذر عند الله. إذا كان أهل الدنيا إذا جاء أحدهم وقت الاعتذار قد يقبل ويسامح ويقول يا أخي سامحني، أنا أخطأت وأنا عارف أن أنا تجاوزت الحد وأنا عارف أن أنا عندي مشاكل وأخطاء، فقد يعفو صاحب الحق. أما يوم القيامة لا ينفع الاعتذار. وهذا تشديد عظيم من الله جل وعلا لعباده التالين لكتابه الوقافين عند آياته أن ينزجروا وأن يعودوا. فإذا مر بأحدهم وعظ أو إرشاد رجع وتاب. يحكي لي أحد كبار السن من المهتمين بالدعوة إلى الله، يقول جئنا عند مسجد من المساجد وبعدين أقيمت الصلاة صلاة العشاء، ولقيت واحد من الشباب واقف برا عند الميضة عند دورات المياه بيشرب سيجارة. فقلت له أخي بالله عليك اتق الله، شيل السيجارة دي وادخل إلى المسجد صلي، الصلاة أقيمت. فالراجل سحب السيجارة وجمع بصاقا في فمه ثم تفل وبصق في وجه هذا الرجل. ففوجئ هذا الشاب أن هذا الرجل مسح البصاق بيده وبعدين مسحه في ثيابه وبعدين راح مسك صاحب الأداء وحضنه وقعد يبكي. ففوجئ هذا الرجل، أنت أنا بشتمك أو أنا أبصق في وجهك وأنت بتحضني؟ قال له وهو يبكي، يا أخي أنا والله ما نصحتك إلا لأني أريدك أن تكون في الجنة معي، أنا ما نصحتك إلا لأدعوك إلى المسجد إلى الصلاة. ربما لم يكن منك أدب أن تقف بجوار المسجد لتدخن، الناس تتأدب من مسافة بعيدة ترمي السيجارة وهي داخلة على الجامع وانت واقف جنب الجامع بتشرب سيجارة. فبدأ هذا الشاب يبكي بكاء شديدا ورمى هذه السيجارة وتوضأ ودخل الصلاة وبدأ يبكي طوال الصلاة، وكانت آيات توبة يقرأها الإمام. فلما انتهى الإمام من الصلاة جعل هذا الشاب يصرخ يقول يا ناس أشهدكم والله أني تائب، ما عرفت معنى الشوق إلى الجنة إلا لما عانقني وحضنني وضمني هذا الرجل. وجعل يصير على يشير إلى هذا الرجل الذي عالقه. قال لهذا الرجل الذي حصلت معه القصة والله العظيم يا شيخ ما وجدت أجمل ولا ألذ من أن تعفو عن من ظلمك وأن تقترب ممن تدعوه إلى الله فتريه أن في قلبك من الرحمة والرغبة في هدايته ما هو أعظم وأكبر. وهذا المعنى هو الذي فعله مؤمن آل فرعون، وهذا هو خلاصة هذه الآيات، أن يكون في قلب الداعية من الشفقة والرحمة والود ما يجعل هؤلاء المدعوين يسابقون إلى جنة الله سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أدبنا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم لين قلوبنا لذكرك، اللهم لين قلوبنا لذكرك، ولين عيوننا لكتابك، اللهم لين عيوننا ومدامعنا لكلامك وكتابك. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة ونفوسا متقية وقلوبا سمعة
باقة إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، ودعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق.